الصعبة حتى بالجول يا رياض 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 با 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 جول. طبعا كلنا سمعنا تعليق الكابتن حفيظ دراجي على هدف رياض محرز، حطها في الجول يا رياض حطها في الجول يا رياض حطها في الجول يا رياض. هو نفس الهدف بتاع نيجيريا ونفس الهدف بتاع باريس سان جيرمان. هعرض لكم صورة جوه الحلقة لضحايا رياض محرز وهم نايمين ورا الحيطة، والله هوريها لكم. بس قبل ما اخش طبعا بجد والله يعني انا بشكركم على اللايكات في الفيديو اللي فات، وبتمنى برضو ان تديني لايكات الفيديو ده. الحمد لله يعني ان انا وشي طلع حلو عليكم والله من بطوله افريقيا. الحمد لله الحمد لله. انا كنت خايف والله النهارده لحسن يحصل حاجه. 27 لقاء بسم الله ما شاء الله بدون هزيمه، وان شاء الله الرقم مكمل، وان شاء الله هنتخطى بيه 40. عايزين نعدي ال 35 مباراه بدون هزيمه. ال 35 ده الرقم القياسي العالمي، عديته يا باشا يبقى انت كده رقم واحد. انجاز ان شاء الله ما حدش هيقدر يحققه في الوقت القريب. يلا بينا زر اللايكات، عايزين نوصل بالفيديو ده ل 15,000 لايك عشان نخش ترند عندكم في الجزائر. وقول لي في الكومنتات انت رايك ايه في هدف رياض محرز وفي اللقاء، ويلا بينا نتفرج على الصوره ونعلق ونتكلم. اتفرجنا على الصورة بتاع الضحايا محرز اللي انضم لهم لاعب المنتخب التونسي مؤخرا بعد لاعب منتخب نيجيريا وبعد لاعب طبعا باريس سان جيرمان، وكلهم بيبقوا نايمين يا عيني ولا حول لهم ولا قوة ومش عارفين يعملوا ايه. طب اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه انا يعني اعمل ايه؟ نيمت لك واحد وقفت لك حيطة برضو بتحطها، اعمل ايه؟ طيب اطير اسد اجيب حيطة كده واسد اسد المرمى، اجيب حيطة بقى حيطة طوب كده وابني عشان اسدها لك. رياض محرز بسم الله ما شاء الله. انا وانا بتفرج كان ابن اخويا قاعد معايا بقول له الكرة دي هتيجي جول، والله ما كملت الكلمة لقيتها جول. رياض محرز لعيب في الفاولات من طراز عالي. المنتخب الجزائري لعب مباراة ورا اروع ردود افعال الجماهير التونسية كمان والله على تويتر انا مداخل متابعها، اشادوا بالمنتخب الجزائري ولعبوا، قال لعبوا احسن مننا، المنتخب الجزائري منضبط عننا، المنتخب الجزائري قدم مباراة ورا اروع، المنتخب الجزائري منتخب صعب انه يتهزم، المنتخب الجزائري استحق الفوز علينا، ما كناش موجودين. يعني بصوا زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا. برضو ناس كتبت لي على الحكم المصري، انا قلت في الفيديو اللي فات الحكم معروف سيء جدا جدا جدا، والنهارده الطرد بتاع عدلان اللي كان لسه نازل ما بقالوش 10 دقايق، لا حكم صراحه بوظ المباراه. انا بعترف ان التحكيم عندنا مش بخير، ما خلي بالك الثلاث مباريات بس وشنا حلو برضو، يعني التحكيم كان وحش الثلاث مباريات، حكام مصريين موريتانيا ومالي وتونس، وكسبتوا الحمد لله ان انتوا كسبتوا الحمد لله، عشان بس ما كنتوش تقولوا لي انا كنت هبقى زعلان يعني وارني وشي منكم فين، اودي وشي منكم فين يا جماعه لو النهارده كان حصل حاجه بسبب الحكم. لكن الحمد لله فوز مستحق المنتخب الجزائر. نتكلم بقى بعقل، نتكلم بعقل. افضل لاعب في المباراه قول لي كمان وجهه نظرك. زروقي رامز من اللعيبه القادمه بقوه، بسم الله ما شاء الله لعيب نص ملعب زي الكتاب ما بيقول، زي ما بيسموه مودريتش الجزائر، هو مودريتش الجزائر والله. النهارده رقم واحد والله واتمزجت منه، النهارده انا بتفرج على لعبه تاكلينج الكره تتقطع يرجع يجيبها، باصات يباصي يرجع الكره تتخطف من الجزائر يرجع هو يعمل تاكلينج عند ال 18 في نص الملعب عند مرمى تونس، بسم الله ما شاء الله لعيب تقيل 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 تقيل. طبعا لو هنتكلم برضو على بغداد بنجاح فسفاح سفاح والله سفاح. بغداد بنجاح اديله الكرة ومالكش دعوة، والثنائية بينه وبين البلايلي ظهر قوي والله باين قوي الحلاوة والتناغم والانسجام ما بين الاثنين، حاجة في منتهى الروعة. سفيان في جولي رائع، سفيان في جولي النهاردة رائع بالقبلة رائع. النهارده في كورتين لبالعمري في الدفاع من واخدهم من الواهب الخضري يدرس،
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والله عطال النهارده بسم الله ما شاء الله بين 70 الفرقه كلها رياض محرز بسم الله ما شاء الله، وكان في خشونه الحكم برده كان المفروض يتعامل معاه، وكان في كره فيها طرد صراحه، هدفين كان المفروض كان ممكن النتيجه تعلى اكتر من كده. المنتخب التونسي ما جاش المباراه، ما جاش المباراه مش عشان هو وحش، ما كان كسبان ماتش من يومين من كام يوم، لكن المنتخب الجزائري في حته تانية، 27 لقاء بسم الله ما شاء الله بدون هزيمه، وان شاء الله الرقم هيكبر ان شاء الله، ان شاء الله في التصفيات هيوصل ونعده ال 35 ان شاء الله، ان شاء الله بعون الله بالروح دي. كابتن جمال بالماضي تكتيكيا تفوق على منذر الكبير طولا وعرضا، النهارده لا حاله والله، يعني التعليقات على تويتر على المنتخب لا النهارده مبسوط، اذا كان تونس جماهير تونس بتقول الحقيقه، منتخب الجزائر رقم واحد، الجماهير المصريه بتقول المنتخب الجزائر رقم واحد، كل العرب في افريقيا بيقولوا الجزائر رقم واحد في افريقيا، دي حقيقه، دي مش نفاق ولا رياء والله لا، ده منطق. قبل المباراه قلت لك ان المنتخب الجزائري هيفوز على تونس، الورق والمعطيات والاداء وكل حاجه بتقول ان المنتخب الجزائري هيفوز بنسبة، قلت 80% فوز للمنتخب الجزائري، 20% فوز للمنتخب التونسي، ولكن النهارده ده اللي بيحصل في الملعب. انا مش بقول كده مجاملة ولا ان في فريق الجزائر وحش مثلا فانا بقول لا هيفوز يا جماعة، لا، المنتخب الجزائري بسم الله ما شاء الله منتخب يعني عنده الروح القتالية عالية. النهارده شفنا في كذا كرة في نص الملعب تاكلينج من 2 لعيبة على لاعب، وهم فايزين 2-0 وماتش ودي، وتاكلينج ويخشوا رامي بن سبعيني وزروقي ولا بالقبلة وزروقي، لا ما عندهمش مشاكل، ماتش ودي زي ماتش رسمي. الكابتن جمال بالماضي عمل الحالة دي، النهاردة انا منزل بوست على الفيسبوك كاتب فيه في 28 دقيقة 2-0 للجزائر وعاملة مباراة رائعة، اغلب المصريين اللي بيعلقوا لي اصحابي كان نفسنا مصر تبقى تلعب نصهم والله، الروح دي. الجزائر كمان زي ما قلت لك ما عندوش فريق واحد، عنده 2 و3، يعني موريتانيا لعب بالفريق الثالث كسب، في ماتش مالي عمل تغييرات 11 غيرهم كسب، النهارده على تونس لا لعب اجمل مباراه في الثلاث مباريات قدام تونس، انت بتلعب بره ارضك وبتلعب فريق بقيمه تونس وتكسب 2-0 مرتاح، وكان ممكن تزود وانت احسن وافضل، لا لازم نقول ونعترف بالحقيقه، المنتخب الجزائري افضل منتخب في افريقيا شاء من شاء وابى من ابى، محدش يعني ناس كتير هتخش تعارضني، عارض لو حد عايز يعارض، يعني ده لو في حد عايز يعارض عارض يا سيدي، ده ما يقللش خالص ان المنتخب الجزائري منتخب كبير، لا يا جماعه ما فيش الكلام ده بالواقع، مالكش دعوه بالعاطفه، انا عايزك تحط العاطفه على جنب دلوقتي وكانك مش عربي بتتفرج على مباريات وشفت مسيره المنتخب الجزائري، والله العظيم حاجه في منتهى الروعه. المنتخب الجزائري انا متابعه من بطوله افريقيا اللي فاتت، بس كنت بتفرج له على مباريات قبل ما اعمل يوتيوب ايام قبل الكابتن جمال بالماضي، لا كان تعبان خالص، وكان عنده محرز وكان عنده اغلب اللعيبه الروح والجرينتا، كابتن جمال بالماضي زرع فيهم الروح والجرينتا وروح المكسب. مبروك للشعب الجزائري، مبروك لكل حبايبي في الجزائر، بحبكم في الله، قول لي رايك في الكومنتات، ومزيد من التالق والتفوق، ودمتم في امان الله، سلام.